السلام عليكم، معكم كلش طارق مليح. يوم جديد، حركات جداد من بعد التسخينات. كما عودناكم يوميا كنديرو التسخينات باش كنتحركو، غنديرو حركات جداد اليوم. الحركات الجداد غيكونو معتمدين على لي بوش اب، لي تراكسيون. لي تراكسيون فيهم انواع. هاد لي بوش اب ممكن نديرهم على الكابيه الجوني قاصحين، نقدر ندير بحال هكا. شوف، كندير هنا كنخدم الفوق ديالي، مزير الكرش ديالي، مزير الفخذ ديالي، وكنهبط وكنطلع. كندير 20 بحال هكا، كنرتاح، كانت اتيغا. من بعد كندير 20 بحال هكا بوضعية اخرى، واحد، جوج، ثلاثة، 20 بحال هكا، خمسة المرات في الاولى، خمسة المرات في الثانية. من بعد غنقلب يديا، غندير بحال هكا، يديا جناب بحال هكا، باش نخدم وضعيات اخرين. غادي نهبط وكندور من فوق راسي بحال عندي شي تينيسة ولا شي كرة، كندورها. غندير 20 من هنا، خمسة المرات، كنرتاح 30 ثانية. بذلك غنكون خدمت تراكسيون على ثلاثة المراحل، ثلاثة الأنواع. ومن بعد غنسالي، غندير لو كيناج بحال هكا، غنحاول ندير دقيقة ديال الكيناج. بذلك غنكون خدمت لو كيناج، الكتاف ديالي، الجسم ديالي، والكرش ديالي. كنتمنى لكم الصحة والعافية، وموعدنا إن شاء الله غدا في حلقة قادمة إن شاء الله.